رسلك أقصوا عنكم كلكم دارنا الأهواء متخذين عزما خطيبا أهلا للملكوت الإلهي فتمجدون به سطيعين بأفضل من الشام. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. قلت أيها المسيح للتلاميذ ارنوا إلي والكبرياء لا تقربوا بل باروا المتواضعين والكأس التي أنا أشربها فاشربوا لأنكم في ملك أبي معي سوف تتمجدون. يا رب جبلنا وارض الروح القدس لنا وكل آوان وإلى ظهر الداهرين. يا سائر قواتي
سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار وآلات الطرب. سبحوه بنغمات الصنوج، سبحوه بصنوج التهليل، كلنا سما فلتسبح الرب. Thank you.
فالآن قد حان الوقت الذي قلت عنه لكم، لأني سأدفع إلى الهزي بأيدي القطاع الذين سيثمرونني على الصليب ويدفعونني إلى القبر، ويحسبونني ميتا منبوذا. بأني سأقوم ثالثا يوما بسرور المؤمنين وحياته من أبد لك ينبغي المجد أيها الرب إلهنا، ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك نشكرك لأجل عظيم جلال مجدك أيها الرب الملك الإله السماوي الآب الضابط الكل، أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدس، أيها الرب الإله، يا حمل الله يا ابن الآب، يا رافع خطيئة العالم ارحمنا، يا رافع خطايا العالم تقبل تضرعنا أيها الجالس من عن يمين الآب وارحمنا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب. آمين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل فجيل، أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك. يا رب إليك لجأت فعلمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت إلهي، لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله آبائنا، ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد. آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني وصاياك. مبارك أنت يا سيد فهمني حقوقك. مبارك أنت يا قدوس أنرني بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد، وعن أعمال يديك لا تعرض. لك ينبغي المديح، بك يليق التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنكمل طلبتنا السحرية للرب. إيانا إيصال عضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب أن يكون نهارنا كله كاملاً مقدساً سلامياً وبلا خطيئة. الرب نسأل ورأسك كيريا ملاك سلام مرشداً أميناً حافظاً نفوسنا وأجسادنا. الرب نسأل استجب يا رب مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا. الرب نسأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم. الرب نسأل استجب يا رب
وتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل ورأسك كيرياء أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل استجب يا رب. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين من ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنك إله الرحمة والرأفات والمحبة للبشر وإليك نرفع المجد والآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. السلام لجميعكم ولروحك لنحني رؤوسنا للرب لك يا أيها الرب القدوس الساكن في العلا والسائر على الدنا والمطلع على كل الخليقة بعينك ناظر كل شيء لك قد حنينا عنق النفس والجسد وإليك نطلب يا قدوس القديسين فامدد من مسكنك المقدس يدك غير المنظورة وباركنا جميعا واغفر لنا بما أنك إله صالح البشر كلما خطئنا به طوعا أو كرها مانحا إيانا خيرتك العالمية والتي تفوق العالمية لأن لك أن ترحمنا وتخلصنا أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بد له وروحك الكل القدس الصالح والمحيي لنا وكل أوان ولدهر الداهرين آمين يا رب إن أم ابني زبدة لما لم تكن كفؤا لسر تدبيرك الذي لا يوصف التمست منك أن تمنح ابنيها إكرام ملك وقتي لكنك عوضا عن ذلك وعدت أحباءك بتجرع كأس المنون الكأس التي قلت إنك تشربها قبلهم لتنقية الخطايا فلذلك نهتف إليك يا خلاص نفوسنا المجد لك قد تملأنا في الغداة من رحمتك يا رب وابتهجنا وفرحنا في كل أيامنا فرحنا عوض الأيام التي أذلتنا والسنين التي رأينا فيها المساوئ وانظر إلى عبيدك وإلى أعمال يديك وأرشد بنيها يا رب لقد علمت تلاميذك أن يرتأوا ما هو أكمل وقلت لهم ألا يماثلوا الأمم بالسيادة على الأدنياء لا يكون فيكم ذلك يا تلاميذي لأنني أنا تمسكنت بإرادتي فالأول فيكم ليكن خادما للكل والرئيس كالمرؤوس والمتقدم كالأخير لأنني وافيت أنا لأخدم آدم المتمسكن وأبذل نفسي فداء عن الكثيرين الصارخين إلي المجد لك وليكن بهاء رب إله علينا وأعمال أيدينا سهل علينا وعمل أيدينا سهل لنرهب يا إخوة من انتهار التينة التي يبست لعدم الثمر ونقرب أثمارا أهلا للتوبة للمسيح المانح إيانا الرحمة العظمى المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين آمين إن التنين وجد المصرية حواء ثانية فأسرع ليعرقل يوسف بأقوال التمليقات إلا أن هذا غادر الثوب وفر من الخطيئة ولم يخجل من العري كأول الجبلة قبل المعصية فبتوسلاته أيها المسيح ارحمنا صالح الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي ليخبر برحمتك في الغداة وبحقك في كل ليلة قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل آوان ولدهر الداهرين. آمين. لما كان يعقوب منتحبا على فقد يوسف، كان ذاك الشجاع جالسا على مركبة مكرما كملك، لأنه إذ لم يتعبد حينئذ للذات المصرية تمجد عوضا عن ذلك من الله الناظر قلوب الناس ومانحهم الأكاليل غير الفاسدة. يا رب ارحم، 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 يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا من هي أكرم من الشروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله، إياك نعظم باسم الرب. بارك يا أب المسيح إلهنا الذي هو مبارك كل حين الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. آمين. أيها الملك السماوي، أيد عبيدك المؤمنين، وطد الإيمان، هدئ الأمم، أعطي العالم السلام، واحفظ هذه الكنيسة المقدسة حفظاً جيداً، ورتب المتوفين من آبائنا وإخوتنا في مساكن الصديقين، وتقبلنا بالتوبة والاعتراف بما أنك صالح ومحب للبشر. أيها الرب وسيد حياتي، أعتقني من روح البطالة والفضول وحب الرئاسة والكلام البطال، وأنعم علي أن عبدك الخاطئ بروح العفة وطيداع الفكر والصبر والمحبة. نعم يا ملكي وإلهي، هب لي أن أعرف ذنوبي وعيوبي وأن لا أدين إخوتي، فإنك مبارك إلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك أيها المسيح الإله، يا رجاءنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، اسم رب بارك يا أب. أيها المسيح الإله الحقيقي، يا من أتى إلى الألام الطوعية لأجل خلاصنا، شفعات أمك القديسة الكل الطهارة البرية من كل عيب، وبقدرة الصليب الكريم نحيي شفيع هذه الكنيسة المقدسة والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح، والقديس يوسف الذي يقوم تذكره اليوم، والقديسين الصديقين جدي المسيح الله وكيمة وحنة، وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب البشر، بصلوات أبائنا القديسين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا.